رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل، وبعد اجتماعه بالرئيس المصري محمد مرسي بغرض التوصل إلى تهدئة توقف الغارات الإسرائيلية على الفلسطينيين، يكشف أن إسرائيل هي التي تطلب بواسطة دول غربية ومصر التهدئة وليس المقاومة الفلسطينية. مشعل قال إن المقاومة هي التي تفرض شروطها على إسرائيل. لا نقبل أي شرط إسرائيلي، فهم الذين اعتدوا. 2، وقف اطلاق نار مع تحقيق مطالبنا. هم يطلبون وقف اطلاق النار فليقف ولينتهي العدوان، ومصرون أن نحقق مطالبنا. الغارات الإسرائيلية على غزة خلفت منذ بدايتها أكثر من 102 قتيلا وأكثر من 850 جريحا. تل أبيب تلوح باجتياح بري لغزة في حال فشل المفاوضات، ومشعل يؤكد استعداد المقاومة للمواجهة.